مبروك النهارده. مبروك يا كابتن. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مهم طبعا استكمال لمسيره النادي الاهلي في الكاس ان شاء الله. اه مظبوط طبعا، يعني بامكانيات الفرقتين وامكانيات اللعيبه اللي موجوده والبطولات الاهلي خدها، احنا قلنا قبل الماتش المفروض ان شاء الله الاهلي يكسب، بس كنا متخوفين من مفاجآت الكاس، لكن النادي الاهلي ما اداش فرصه لفرقه الداخليه. الفروق واضحه جدا طوال ال 90 دقيقه. الشوط الاولاني كان سيطره تامه، ويمكن الشناوي لم يختبر تماما من الشوط الاول. يعني الشوط الثاني مشي بنفس الشكل والوتيره، بس يمكن يعني محاولات برضه لا ترتقي للخطوره الكبيره من الداخليه، لكن الاهلي برضه هو اللي مستمر على السيطره، مستمر على تضيع الفرص الكتيره لمعظم الناس. الداخليه تشعر وكان الموسم انتهى بالنسبه لي. اه يعني انا الداخليه الماتش اللي لعبوه مع اسوان وقعدوا بيه بالدوري، تحس ان هم يعني متهيألي كمان من جواهم كانوا يتمنى ان هم يبقوا بره الكاس. يعني هو ده كان الانجاز الكبير بالنسبه لهم، انه يستمروا في الدوري. فالنهارده النادي الاهلي مسيطر على الماتش خالص من الدقيقه الاولى للدقيقه الاخيره، بالدقيقه اللي احرز فيها مجدي افشل الهدف الثاني. كنا نتمنى وقلنا كده بين الشوطين ان نفسنا نجيب جون بدري عشان الماتش ينتهي وما يبقاش فيه قلق ولو بنسبه 1%، وكمان الماتش كان هيتفتح اكتر لو النتيجه بدري ب 2-0، لكن الهدف تاخر للدقيقه يمكن 91 او 92. فعشان كده برضو حتى في كوره كلنا اتكلمنا فيها اللي جت كورنر لفرقه الداخليه وناقص 4 5 زي انت قلت، الداخليه هتتعادل ولا ايه يعني؟ ماشي في يعني قلنا ايه الحكايه، الكوره مش عايزه تيجي معانا، الجون الثاني مش عايز يجي، وهم جالهم كورنر في الاخر. فرغم سهوله الماتش ورغم السيطره والاستحواذ للاهلي والفرص الكتير للاهلي، لكن كنا متخوفين من السيناريو ده، ان ممكن تيجي في الدقيقه قبل الاخيره ولا حاجه يجوا كورنر او تسديده وتيجي جون وتلعب تخش في الاكسترا تايم والوقت الاضافي او ضربات الجزاء بعد كده، لكن الحمد لله ده ما حصلش. وقفشه جاب جون صحيح متاخر، عزز او اكد المكسب، كان خلاص بالدقيقه 92 كان ناقص 3 دقايق على انتهاء المباراه. فالنادي الاهلي سيطره تامه، وصول للمرمى كتير جدا من الشحات، من بيرسي، من كهربا، من ديانج، من قفشه، تسديدات كتيره النهارده لمروان حاول يسدد كتير، يمكن يعني ولا واحده راحت في الهدف، لكن في واحده الشوط الثاني خطيره جنب القائم الشمال. فيعني كان في محاولات كتيره النهارده على المرمى، لكن ما كانش فيها الدقه والاتقان انك انت تخلص من بدري يعني. لكن ماتش يعني من الالف للياء بتاع النادي الاهلي. كنتش قلقان انت في اي وقت؟ لا الاهلي واضح انه يعني واضح السيطره التامه، واضح الفرص الكتير للاهلي، واضح فرق الخبره، واضح امكانيات اللعيبه. وزي ما احنا كنا بنتكلم برضو، انت حتى احساسك بفرقه الداخليه زي ما يعني عايزين ينهوا الماتش وخلاص، يخلصوا الماتش يعني، وبيلعبوا يعني. وفرحانين وبيلعبوا بتاع، لكن الماتش مفتوح قوي وبيلعبوا كده وخلاص يعني تأديت. فمبروك للنادي الاهلي وفوز مستحق طبعا وعن جداره، وهدفين حلوين جدا، وان كان ممكن النادي الاهلي يعني يحرز 3-4 تجوان تاني لو في تركيز شويه في انهاء الهجمه يعني. فمبروك وفوز مستحق اكيد يعني.